من ميدي إلى حيران إلى عبس، يتنقل هذا المواطن من منطقة إلى أخرى داخل محافظة حجة في حالة نزوح دائمة، هرباً من حرب ميليشيا الحوثي التي تشنها على القرى الآمنة، وفراراً من ألغامها التي تزرعها في كل مكان. كنا نزحنا من المخازن إلى جنوب المخازن، استمرنا فترة ثم تطول الحرب ونزحنا إلى الجعدة، منطقة الجعدة. استمرنا في الجعدة ما يقارب سنتين ونص، ثم نزحنا إلى بني حسن. بني حسن يعني فترة بسيطة، ثم انتقلنا إلى في طريق نزوحه كان هادي محمد هادي وبعض أبناء منطقته على متن سيارة في رحلة بحث عن مكان آمن من الميليشيا، لكن لغماً حوثياً انفجر بغتة أدى إلى بتر إحدى قدميه، وقد أسعفه وفق روايته أفراد من المقاومة. لم يفقد هادي حياته، لكن رجله المبتورة بقيت شاهدة على جريمة الميليشيا. كنا عايدين إلى منطقة بني حسن، مفجر بنا لغم، أخ قبلنا كان يعني حبه جزعنا اللغم، ما صابوا شيء، أنا مدري كيف خطت السيارة وهنا فجر فينا اللغم. يحاول هادي التحرك بصعوبة بعد إصابته البالغة في رجله، فميليشيا الحوثي بحسب حديثه عصابة لم تكتفي بزرع الألغام في مناطق المواجهة مع الجيش، بل تقوم بنشرها في المناطق الآمنة مثل القرى والمزارع والطرقات في عملية انتقام شاملة ضد اليمنيين لم تسلم منها حتى الأشجار. زرع الألغام هو عصابة الميليشيات الحوثية، يعني ما هو إلا عصابة انتقام من المواطنين بصفة عامة، لا يفضلون بين عسكري ولا مدني. منذ الحرب الأولى العالمية لن يزرع في اليمن، يعني في العالم كله لن يزرع الألغام مثل منطقة مثل ما زرعها الحوثيون في هذه الأربع سنوات. الخارطة الجغرافية لمناطق حجة ومثلها محافظات أخرى لم تعد آمنة للمواطنين، فقد تم تفخيخها بآلاف من العبوات الناسفة والألغام الأرضية فضلاً عن الألغام البحرية، وقد نزع الجيش أكثر من 37 لغم بمختلف الأنواع والأحجام. فالميليشيا وفق وقائع كثيرة تتخذ من الألغام وسيلة انتقام، وتتعامل مع المواطنين كأعداء، حيث تدفن حقدها في كل شيء وبطرق لا تخطر على بال.